المال، انفاق المال والمصاريف الاداريه. يا دكتور مفيش عمل من غير مصاريف اداريه. مخادع وكاذب من قال لك ان انا هودي الجنيه جنيه. بالك؟ حتى لو كان عنده ميزانيه اخرى من متبرع اخر. واجهت الموضوع ده في بريطانيا، بعض المؤسسات هيقول لك انا هودي زي ما هو. لكن لما بيزداد العمل المتبرع اللي بيدي المصاريف الاداريه ده ما بيقدرش يديك المصاريف الاداريه. لان العمل كبر. فلابد ان احنا نكون واقعيين وعندنا مستوى عالي من الشفافيه والمهنيه. والا عمل من غير مصاريف اداريه لن يتحول الى مؤسسه. خلاص؟ واحد بيشيل بقبة هدوم ووديها للناس، واحد بيشيل كيس طحين ووديه للناس. انا عايز اقول للناس، يمكن كتبتها هنا، مصاريف الاداريه على مستوى القريه نسبه معينه، على مستوى المدينه نسبه اعلى، على مستوى المحافظة نسبة أعلى، على مستوى الوطن نسبة أعلى، على مستوى العالم كمؤسسة مالية نسبة أعلى. قد تطلع من 3% ل 20 أو 25%. إحنا محددين نفسنا في 8 مصارف و 12.5%. اخدع نفسك وقول إن أنا في العمل الدولي حاطس في 12.5%. اخدع نفسك وأنا اخدع نفسي، أنا مش هخدع نفسي. أنا عارف بيصرف إيه. وعارف الاهدار اللي بيحصل عن المؤسسات اللي بتصرف اقل من 12% دول اكتر من 20% و30%. لان بيجيبوا من لا يحسن العمل ويحسن التصرف ومن يهدر المال. يعني لما اجيب واحد اعينه في افريقيا وادي له 200 300 دولار في الشهر هيعيش ازاي؟ هياكل ازاي؟ ادي له 1000 دولار، 1000 دولار دلوقتي اصبح مبلغ ولا شيء. ولا شيء لان الاسعار غليت. من 30 سنة أو من 40 سنة كان 100 دولار 200 دولار ليهم قيمة. دلوقتي 2000 دولار مش هيكون ليهم قيمة. بل أنا المشروع اللي أنا بعطيه للأخ ده أو للأخت دي ب 100,000 دولار و 200,000 دولار وأنا ببخل على هذا الشخص ب 500 دولار زيادة. عنده أسرة، عنده زوجة، يا أخي عايز يعيش. فالأطر الثمانية معمولة، لكن في العمل الإنساني الدولي ما فيش حاجة أقل من 15 ل 20%. كاذب. وأنا بقول لك أهو، وأنا بقول لك أهو، واللي عايز يجي ناطحني أهلا وسهلا بيه. كاذب وكاذبة من يعمل عمل مهني دولي بأقل من 15% أو 20%. وكل المؤسسات الإسلامية المطحطحة دي كلها تصرف أكثر من 15%. من الميزانية العامة؟ من الميزانية بتاعة التبرع. مش هو. الصراحة مش هو. تيجي وقت تقول لي كده وكده قال لك لو 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 انفقوا اقل من النسبه دي هيكون بيعين لك ناس لا يجيدوا اي شيء في اي شيء. فشوف تاثير المشروع بتاعك على المجتمع مش موجود. كيفيه الانفاق مش معروفه. جوده التقارير مش موجوده، ده انت جبت واحد تديه 100 دولار خلاص. طالب ابتدائي. تقول لك على قد مين؟ امكانياته كده. ده احنا يبقى رئيس الجمعيه بيركب درجه اولى وبزنس كلاس، والراجل الغلبان اللي قاعد في وسط الصحراء ولا في وسط الادغال بتاعت افريقيا وبياخد البعوض في قفاه والنمل في جيبه مش عارف ايه في عينيه الاشمانيا والحاجات البلاوي الزرق اللي احنا بنشوفها دي بنفصل معاه على 100 دولار و200 دولار. ده فساد اخلاقي عند من يدير العمل. فساد اخلاقي مش فساد ديني، مش عايز اخرجه من الدين، فساد اخلاقي. أنا قاعد في بلدي في لندن ولا في باريس ولا في الكويت ولا في السعودية ولا في مصر مريح نفسي ودول واكلينها بتاتورة بالجزمة هناك ها وأنا مرتبة قد ما تم 10 مرات واتشرط عليهم لا ما تاخدش كمان. فده اللي هو إيه؟ ال 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 الانكفاء السلبي في الشخصية التي تدير العمل الإنساني الخيري. الغرب حلها، قال لك حديله وريح نفسي عشان يعيش مرتاح واحنا نعيش مرتاحين كله يعيش مرتاح وبتطلع 20 30 40% وبيعلن احنا ما بنعلنش. لكن لما بتحصل مصيبه بنخبي. طب مش دي فلوس الارمله والمسكين واليتيم واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. لو كنت انا عندي قدره
واخد بالك؟ ان انا اجيب مانحين يدفعوا. المانحين بتوعنا لا يؤمنوا بمصاريف اداريه، وده تخلف عقلي. تخلف عقلي مش فكري بقى، دي ناس العقل بتاعها ده بقى بطاطس وبقى فقاعات، وكان انت هتطلع الجنيه من جيبك. انا هبص دول هم عاملهم كده بشت ومطيرين في الهواء رايحين من القاهره لدكه في بنجلاديش، هم ماشيين في الهواء تحولوا لخروف، والخروف اتذبح وهو بيطير في الهواء، ونزل بقى حته اكياس لحمه، واكياس اللحمه دي دخلت الفرن وخرجت بقت صينيه بطاطس باللحم المفرومه ولا كذا، ودخلت فوق الايه؟ المسكين وهو قاعد في بلاش متمتع ما صرفش منها ولا مليم. اي 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 بالك شفت بقى الكلام، الكلام مضحك ازاي؟ ازاي يا ابني؟ ربنا حط النسب دي علشان ناخدها مش حاجه ثابته، علشان ناخدها ان احنا اصلا ناخدها ك ك ك كبارامترز او ك ك كمؤشرات لينا. في بعض المشاريع بتصرف 4% 5%، وبعض المشاريع بتصرف 40%. في مناطق ما تقدرش تخشها لما تصرف المصاريف 40%، هنحكي على بعض. مين ما عندكش حق؟ السودان. في جنوب السودان ايام الحرب كان بدا اسقاط الجو، ما يعني كانش في طرق. 80% والا الناس هتموت. 80% اسقاط جوي في الشتاء بالذات، الارض كلها طينه، تقعد حوالي 6 اشهر مطينه، ما تمشيش الا 4 اشهر بس، عشان الست 7 اشهر اللي هي مطينه فيها الارض دي كلها من المطر والحاجات دي كلها، هتاكل الناس ازاي؟ وكان بقى الحكومه ممنوع انها تنقل المعونات بالايه؟ بالنيل، عشان في ضغط من امريكا على السودان في الوقت ده. تعمل اسقاط جوي. او بتودي عن طريق كينيا، او بتودي عن طريق يوغندا، او بتودي كذا كذا كذا. فشوف العمليه ماشيه ازاي؟ فتقول لي في الحته دي بالذات هصرف 10% او كده، كانت يعني مخدع لنفسي. مخدع لنفسي. طيب ده النقطة بالنسبة للمصاريف. هل أجبت على مرتبات العمال؟ أه اديله مرتب، ما تديلوش ليه؟ وربي الشباب من صغير. مسكين أخونا صالح بيقول